وخلينا بعد اذن حضرتك نبتدي كمان بالتفصيله اللي ذكرتها نهاوند الناشئين. هل الدفع بالناشئين خطوه اتاخرت حبتين؟ هو طبعا بنبارك للنادي الاهلي امبارح على المكسب امبارح، فوز معنوي وايجابي جدا جدا بالنسبه للناس اللي شاركت، وطبعا كان اغلبهم من اللعيبه اللي كانت موجوده برضو مصابين وراجعين من اصابه، وبعض اللعيبه الشباب اللي هم امبارح كان ليهم دور في نتيجه المباراه طبعا. الحته الفنيه الحته البدنيه ما شاء الله في اكتر من لاعب ظهر بمستوى كويس جدا جدا، ودول هيبقوا مكسب الفتره اللي جايه اضافه لفريق النادي الاهلي. طبعا المكسب بتاع امبارح ده بدايه طبعا القرارات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب دي كانت ايجابيه جدا، انا بسميها لتصحيح الاوضاع داخل النادي بداية الاهلي، بدايه يعني تصحيح المسار وداخل المنظومه الرياضيه في مصر. النادي الاهلي تعرض لظلم كتير تحكيميا، الامور الفنيه منظومه النادي الاهلي صعب جدا تتدخل مع اي مدرب شغال والموسم شغال، بس لما لقوا الدنيا هتهرب شويه دخلوا في الوقت المناسب بعد القرارات اللي خدها مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، اكيد هتبقى ايجابيه جدا جدا على فريق الكره، من ضمنها موضوع اللعيبه اللي هم الاساسيين بقى لهم فتره كبيره جدا ما ارتاحوش. صح. وده كان فيه لود وكان فيه حمل جامد جدا عليهم، اللعيبه ممكن تسقط واحد ورا واحد. صحيح. ودي ادت وده اللي حصل بالفعل الفتره الاخيره. اكيد حصل فقدان بعض النقاط بسبب برضو الاجهاد اللي هو زايد، لان في لعيبه برضو مش عايزه تريح، لا متمسكه باللعب ومش عايزه تقعد عشان كل واحد بيحب ان يكون موجود في الملعب. بس دي ممكن تيجي تاثر تبقى سلبيه عليك، من ضمنهم اسامي كبيره في الفرقه لما يكون انت بتلعب ماتشات كتير جدا جدا وفي حمل زايد عليك، منتخبات واستحقاقات كاس العالم الانديه بطوله افريقيا، كل ده تاثر على بعض اللعيبه. فقرار صائب جدا جدا ان اللعيبه دي تريح الفتره دي، وبقى انضمام اللعيبه اللي هم الشباب اتفرجنا عليهم امبارح ظهروا بمظهر كويس جدا جدا، احمد سيد غريب سجل، زياد حمزه وكريم وحمدي اشرف فخري، في مجموعه لعيبه كويسه جدا، ودي هتبقى منافسه، المنافسه هنا بتزيد بالنسبه للعيبه النادي الاهلي اللي كان مصاب ورجع، اللي كان مرتاح لما يجي له بعض الشباب لعيبه كويسه بيخشوا على فترات، فدي بتصب في مصلحه النادي الاهلي، هتبقى ايجابيه لفريق الكوره الفتره اللي جايه يا موسى.